مع ازدياد الاهتمام بعمليات البيع والتسويق ازداد الحرص على حسن اختيار رجال البيع الاكفاء وتوفير اجهزه التدريب على افضل مستوى لتدريبهم على وسائل البيع الحديثه وذلك حتى تحقق المنشات اعلى درجه من الفائده لها وللمستهلكين ولعل السبب في ذلك واضح وبديهي وهو ان رجال البيع يعتبرون واجهه للمنشاه ولكل ما يتعلق بها سواء الاداره أو حتى البضاعة. ومن خلال وظيفة البيع تستطيع الإدارة أن تعرف سلوك المستهلك عن قرب ودراسة العوامل التي تؤثر على هذا السلوك، ومن خلالها تستطيع الإدارة أن تؤثر على قرار المستهلك بالإيجاب مما يؤثر بالتالي في زيادة حجم المبيعات، ولا شك أن موظفي المنشأة وخاصه الذين لهم علاقه مباشره بالمستهلكين لهم دور كبير في دراسه سلوك المستهلك